من الرياض الدكتورة غادة سمير الراب، استشارية أمراض النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب. أهلا وسهلا دكتورة غادة، يعطيك العافية وشكرا لوجودك معنا في MBC في أسبوع. دكتورة غادة تسمعيني؟ شكل الشباب اللي في الرياض ما فتحوا لك المايك. الظاهر مع تجميد الأنابيب جمدوا المايك حتى. تسمعيني دكتورة؟ دكتورة تسمعيني الآن؟ دكتورة غادة؟ أيوة. أي الحين صرنا نسمعك زين الحمد لله. طيب أوكي سام. أي الحين طبعا. نسمعك. شكرا لوجودك معنا يا دكتورة في البرنامج. شكرا لكم وعلى جميع المشاهدين اليوم. الله يعطيك العافية. طيب في البداية، أنا من الناس اللي عندي جهل في هذه التقنية أو عندي عدم إدراك لتفاصيلها، وضحي لنا إيش معنى تقنية تجميد البويضات. طبعا موضوع اليوم هو موضوع يهم كثير من النساء والأزواج، وهي التقنية هذه هي تقنية لحفظ البويضات لكي نستخدمها في وقت لاحق لتحقيق حمل ناجح إن شاء الله. وطبعا في أكثر من طريقة لتجميد البويضات، ولكن التقنية الأكثر نجاحا هي تقنية تجفيف البويضات. والحمد لله هذه الطريقة مكنتنا باستخدام هذه البويضات بشكل مستقبلا بدون ما أن تتأثر جودتها. طيب دكتورة، يعني جزء من الأسئلة التي وردتنا، اللي يحتاج هالتجميد للبويضات منه؟ طبعا في عدة فئات من النساء قد يستفيدوا من التجميد البويضات، وهم أول شيء النساء المصابين بالسرطانات التي قد تؤثر، العلاج قد يؤثر على المبايض مثل العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، ومثل سرطان مثلا الثدي والسرطان القولون وإلى آخره. فطبعا علاج الكيماوي يسبب انعدام تام في بعض الأحيان بالمبايض، ولكن الحمد لله مع تجفيف وتجميد البويضات احنا نقدر انه ننقذ الموقف هذا قبل حدوثه. وايضا النساء اللي ممكن يستفيدوا هم النساء اللي عندهم لاسباب مثلا يحتاج انهم ياجلوا مشروع الحمل، اما لاسباب اجتماعيه او عائليه لبعد سن الـ40، وايضا النساء اللي عندهم تاريخ عائلي بنقص مخزون المبيض وسن الياس المبكر بيستفيدوا منها. فهذه أكثر فئات النساء ممكن يستفيدوا من هذه التقنية. طيب دكتورة غادة، يعني جزء من الأشياء المهمة اللي شدتنا حتى احنا في طرحنا لهذا الموضوع، لأنه حتى اللي عندهم مشاكل في الإنجاب أو تأخر في الإنجاب أو تأخر في الأمومة أيضا ممكن يفيدهم موضوع تجميد البويضات؟ لا، اللي عندهم تأخر بالإنجاب فئة أخرى. هذه الفئة اللي يعني تجميد البويضات مش كتير حتفيدهم، هي أكثر شيء حتفيد الناس اللي يحتاجوا يأجلوا الحمل، لأنه الناس اللي عندهم تأخر بالإنجاب إحنا بنتصرف بالوقت الحالي، بنعمل لهم حقن المجهري ونرجع أجنة، إلا بحال أحيانا إحنا بنجمد الأجنة كمان لكي يستخدموها بشكل لاحق، فممكن يستفيدوا منها من هذه الناحية. طيب هل فيها فرق بينها وبين أكياس المبيض؟ إيش الفروقات يا دكتورة؟ اشرحي لنا. معلش ما فهمت السؤال. يعني إحنا عندنا تجميد البويضات وعندنا تجميد الأجنة، إيش الفرق؟ وضحي لي إياها أكثر. أوكي، فتجميد البويضات هذه للنساء مثلا غير متزوجين أو سبق لهم الزواج مثلا وطلقوا إلى آخره. تجميد الأجنة هي للمتزوجين، لأنه يتم سحب البويضات وحقنها وبالتالي بيصير عندنا أجنة ونجمد الأجنة. هلأ سابقا لما كنا نجمد كانت الأجنة تتحمل التجميد بشكل أفضل كثير من البويضات، ولكن الحمد لله مع تقنيات التجفيف هذه الحديثة تجميد البويضات وتجميد الأجنة نسب الحمل من هذه وهذه تقريبا نفس الشيء. فيعني لو جمدنا بويضات احنا مستقبلا نفك التجميد، نحقن هذه البويضات ويصير في اجنه ونرجعها ونسب الحمل ممتازه
الحمد لله. الحمد لله. طيب دكتورة، جزء من الارتياب حول موضوع تجميد البويضات هل يتعلق باللي لديها مثلا أمراض مناعية، لديها حساسيات، لديها مثلا مشاكل صحية؟ طبعا اللي عندهم، انت سؤالك انه هل ممكن يأثر عليهم سلبيا ولا هل بيستفيدوا من هذه التقنية؟ لا دكتورة، خليني أصيغ لك السؤال بمنحى آخر. يعني مثلا أحد السيدات لديها مثلا مشاكل مثلا صحية أو مرضية أو مثلا أمراض متعلقة بالمناعة أو خلافه، هل ينصح لها أو تستبعد أو تستثنى أو تؤخر؟ لا، لا تستثنى ابدا، بالعكس ننصح، ننصح بهذه الحاله، لانه مثلا في امراض مثل التصلب اللويحي او الروماتيزم، هذه النساء بيحتاجوا ياخذوا جرعات عاليه من العلاج احيانا لمده سنين. فنقول بسبيل المثال انه امراه اصيبت او اكتشفت هذا المرض عندها بسن ال 35، حتاخذ العلاج وممكن تحتاج العلاج هذا لمده سنين. لو تاخرت في الحمل طبعا فرصها بالحمل 37 او 40 كثير اقل، فلو جمدنا البويضات قبل بدأها بالعلاج هتستفيد طبعا اكيد. صحيح. طيب دكتوره، جزء من يعني من 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 فئات المجتمع اتخذ منحى تجميد البويضات او الاحتفاظ بالاجنه، يعني للنساء الغير متزوجات او حتى للنساء التي سبق وتزوجنا، كلتا الحالتين اتخذها من باب انه الحفاظ على عدم بلوغ سن الياس وتجميد البويضه او تجميد الاجنه وما الى ذلك. فصلي لنا هالنقطه اكثر يا دكتوره. يعني هي معلش النقطة إنه يعني لما نستخدم البويضات والأجنة هذه في مشكلة، ما فهمت معلش أجن تاني. طيب دكتورة، البعض يخشى بلوغ سن اليأس فاتخذ مسألة تجميد البويضات. أيوة صح أيوة أي. صح تفضلي. فهمت عليك. أوكي، ففي نساء مثلا عندهم تاريخ عائلي لسن اليأس المبكر، فبيجينا حالات مثلا خوات كلهم مروا بسن اليأس على سن الثلاثين. هذه النساء طبعا كثير بيستفيدوا من تجميد البويضات، لأنه ما بنعرف متى فجأة حينتهي هذا المخزون. أيضا النساء مثلا اللي مضطرين لأسباب عمل أو إلى آخره يأجلوا مشروع الحمل، طبعا حيستفيدوا كثير من انهم يجمدوا البويضات هذا بسن مثلا بالعشرينات او اوائل الثلاثينات، لانه لو جمدناها بهذا السن بتضل دائما عمرها البويضه على سن مثلا نقول بسبيل المثال سن ال 25، حتى لو استخدمت بسن ال 40 هذه البويضه عمرها عمر بويضه امراه بعمر ال 25، فبالتالي فرص الحمل كثير افضل. طيب دكتورة، هل يتفق أو يختلف مسألة تجميد البويضات مع الاحتفاظ أو تجميد الحيوانات المنوية؟ تجميد الحيوانات المنوية، لما ننفك التجميد طبعا تحمل الحيوانات المنوية للتجميد ممتاز تمام. ولكن طريقة التجفيف هذه حتى صار لما نستخدمها للبويضات تتحمل التجميد بشكل أيضا ممتاز مثلها مثل الحيوانات المنوية تمام. وطريقة وهي تقنية واحدة لتستخدم لتجميد الحيوانات المنوية وتجميد البويضات. طيب بخصوص مرضى السرطان، عفانا الله والمتابعين والمشاهدين منه، البعض يسأل أنه هل له تأثير، هل يساعد في حماية الطفل من العلاج الإشعاعي؟ أوكي، فبالنسبة لمرضى السرطان الحمد لله مع التقدم بالعلاج اليوم كثير من المرضى السرطان صار الحمد لله في يعني بينشفوا من المرض، ولكن لو ما أخذنا إحنا الاحتياطات سابقا لحفظ البويضة طبعا إحنا قد نكون سلبنا من هذه الامرأة فرصتها للحمل مستقبلا تماما. الاعتقاد الخاطئ عند الناس لما نجمد هذه البويضات إنه ممكن هي مثلا تتأثر بالتجميد زي ما قلنا، ولكن ما تتأثر. ومش بس هيك، فعلا زي ما ذكرت هتحمي إنه أي الأطفال من إن يتأثروا من العلاج اللي أخذته اللي هو الكيماوي أو الإشعاعي، فكتير بفيد بمرضى السرطان الحمد لله، وفتح باب أمل لكتير من النساء اليوم اللي أصيبوا بالسرطان إنهم ما ينحرموا من شيء جدا أساسي لهم. صحيح. اللي هو حلم الإنجاب والأمومة. صحيح صحيح، وهذا حلم يؤرق الكثير وطبعا يقلق الكثير من يتابعون هكذا مواضيع. طيب دكتورة، جزء مهم الآن السؤال، ف
فترة التجميد البويضة إلى متى؟ كم تأخذ؟ ما في فترة، الحمد لله ما شاء الله. يعني بالتقنيات اليوم ما عندنا ليمت، نقول والله زمان كنا نقول مثلا إلى حد 10 سنين، بس اليوم ما في ليمت. يعني لسه من جديد طفل انولد بعد تجميد، كان جنين من 20 سنة تجمد الجنين، تخيلوا الطفل انولد بالسنة هاي. سبحان الله، فما في فترة. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية. أولا شكرا لك دكتورة، وأنت وجودك اليوم معنا كان إضافة طبعا، وأيضا إضافة لكل من تعلق آمالها بحلم الإنجاب، بحلم الأمومة، وهذا من أكبر وأجل الأحلام للنساء لدينا. ضيفتنا من الرياض دكتورة غادة سمير غراب، استشارية أمراض النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب، شكرا جزيلا لك.